هي إذا سؤال كانت تصنف أنت في الشماريخ معناها هي هوجه سؤال يعني الأمن يحمي الملعب لكن ويمنع الشماريخ يمنع الإفلام لكن الإفلام موجودين في الفيراج يعني هذه النقطة كيفاش يصير باش الإفلام يعني الناس تقول لك علاش يدخل الإفلام للملعب كيفاش يدخل إذا خط أحمر واحد خط أحمر اثنين وين فما اختيام فما اختراق وين شنو لازم نجاوبك واللي يفرق يغلب اللي حاحي مثل شعبي هذا معناه يعني دخول الافلام للملعب خط احمر ما تحكيش فيه الالتراب نحكيو شويه هذا نجم نشوف مقابله ما فيهاش افلام ليه تصير برشا مقابلات من غير شماريخ برشا صارت برشا مقابلات من غير افلام نقول لك انا حاجه كيفاش يدخل الافلام للملعب كيفاش يدخل خذالي واحنا داخلين هوني فما ديتكتور ميكرو معناها في المفروض فما هكا ولا هو عندك انت ديتكتور وهذا كيفاش سلام عليكم وهذه كيفاش